الله يطول عمرك، تفضل. عشان بس اختصر الموضوع ابو سلطان، طبعا احنا تكلمنا عن حضرتك في بالامس مع الشيخ عايض القرني، وتكلم بكلام يبدو انه سمعته، والمواقع الالكترونيه وال يعني الجروبات سواء في الفيسبوك او في تويتر، او يعني كان هناك حمله كبيره وتناقل لهذا الخبر. انا اريد تعليقك على هذا الموضوع. اول شيء اقول يعني الحمد لله رب العالمين الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، واقول الحمد لله رب العالمين الذي من علينا في هذه البلاد، ونحن مغبوطين بعلماء ينيلون من يخطي ويثبتون ما يحدث من احداث. امس انا الحقيقه لظروف والدي الصحيه لما تابع الحلقه واضطريت اني يعني اسمعها بعد صلاه الفجر اليوم، والحقيقه انا ممنون للشيخ عايض القرني وليس بغريب عليه، واحنا تعودنا من علمائنا الذي يعني وهبهم الله الحكمه بارشادنا وب يعني اضاءتنا بعد اضاء الله سبحانه وتعالى وتوضيح الغلط من الصح، وهم يجدون ولله الحمد في هذه البلاد منذ ان اسسها الملك المغفور له الملك عبد العزيز يجدون الرعايه والاهتمام، لاننا مغبوطين الحقيقه في علمائنا، ويمكن شهادتنا فيهم مجروحه. ولكن قبل اني ما ادخل في الموضوع اقول انه يعني في ناس شطحت وابعدت، ولكن لا احد، انا لا اريد احد يزايد علينا بديننا، وعقيدتنا الاسلاميه هي الاولى والاخيره، ومن يتابع عبد العزيز الدغيثر او يشوف عبد العزيز الدغيثر حتى على المستوى العربي الذي انتشرت فيه مؤخرا وليس على المستوى المحلي، دائما اقول هناك ثلاث خطوط حمراء لا نقبل المساومه عليها، وهي في البدايه على العقيده الاسلاميه، ووطننا الله يخليه لنا ان شاء الله ويحميه ويديم عزه، والشيء الثالث اللي هم ولاة امرنا مثل ما يعني ما ذكر في القران عندما قال الله سبحانه وتعالى: ويا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا الامر منكم. هذه الثلاث اشياء لن اكابر ولن ابالغ اذا قلت انها رضعناها، يمكن الواحد رضعها مع حليب امه، خلينا نقولها بالعاميه. طيب ابو سلطان، فالحقيقه اخذت منعطف، ولكن انا لا اريد ان ابرر او اريد ان ادخل في هذا، بالعكس انا استمعت الى كلام الشيخ، وانا من خلال ام بي سي اللي انا ذكرت فيها ما ذكرت اقول نعم هي زلت لسان واخطات، وانا استغفر الله، ولا تعتبر شجاعه لانه لا يوجد شجاعه في هذه الامور، هذه هي يعني خوف من الله سبحانه وتعالى وخشوع، نحن لا نخاف الا من الله ولا يعني لمن احد في هذه الكلمه كلمه الحق. أنا لا أملك الشجاعة في هذا الكلام، يمكن الإنسان يكون شجاع فيما يعمله في هذه الدنيا، ولكن أنا أقول هذا هو خوف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد، يمكن والشيخ يضيف في الأمور أكثر مني، ولكن أنا أقول أنه نعم زلت لساني وأنا أخطأت في هذا الموضوع، ولكن الحمد لله يعني إن شاء الله الله أعلم ما بنيتي، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن في الشهر الكريم أنني أقولها، وأنا كلي ان شاء الله امل في الله سبحانه وتعالى ان يقبل هذه الـ 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 يعني هذه الاستغفار عن هذه الذنب. شكرا شكرا ابو سلطان، شكرا. الله يحييك. اذا هو بصراحه شديده ومتناهيه يعتذر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويقول انا اخطات، وكيف تعلق على هذه الشجاعه وعلى هذه، هو يقول ليس شجاع، هو شجاع بهذا الكلام وهذا التراجع. اولا ارحب بالاخ عبد العزيز ابو سلطان عبد العزيز الدغيثر، وانا قلت انه من اسره كريمه وصاحب رسالة وعقيدة، وحتى الذي حصل منه من الخطأ يحصل مني ويحصل حتى من العلماء، لسنا معصومين، كلكم خطأ وخير الخطأين التوابون. الآن هو سجل موقف مشرف زاده الله شرفا ورفعة، بل قال بل هو موقف شجاع الذي قاله اليوم، وكبر في عيوننا وفي قلوبنا وجزاه الله خير، وهذا المنتظر منه. وقضية أنه الإنسان مبرأ من الخطأ، هو قد يخطئ ويستغفر ويغفر الله له، لكن بهذه الشجاعة وبهذه الروح وبهذا، وبعلمك رب ضارة نافعة، حدثني أحد الإخوة عن الأخ عبد العزيز أمس الدغيثر، قال ترى هو ابن فطرة وعقيدة وغيور على دينه، فصار هناك معرفة بترجمة بالسيرة. الأمر الآخر أنه حتى الباب الآن قد يأتيك داعية ويخطئ في كلمة، وقد حصلت منا ومن غيرنا، فنقول الإنسان عليه أن يعتذر ويسدد، ونسأل الله في هذا اليوم الفضيل، قد يكون هذا من أحسن الأيام التي مرت على أبي سلطان في يوم رمضان، أن يتجاوز عنا عنه وأن يسامحنا وإياه وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه. وهذا موقف لرجل مسلم يشرف وطنه بهذا الاعتزاز بدينه، وهذا الكلام القويم وهذه الحساسية إن شاء الله الطيبة.
نشكر أبو سلطان.